مو على كل حال احنا حبينا نحكو على رحيم. سابقا كان يلعب اتحاد الحراش، افرح جمهور اتحاد الحراش، افرح المنتخب الوطني. 18 سنه لعب مع المنتخب الوطني وفاز بكاس افريقيا، كان مدرب الله يرحمه كرمالي، وكان يلعب مع ماجر وكذا. يعني بكل صراحه رحيم مريض. انا نطلب من لي زونسيان جوار كيما يقول لك رابح ماتشير كاع اليوم يلعبوا كيما بالليلي كاع اللي يلعبوا في ليكيب ناسيونال يشوفوا لهذا السيد هذايا هو مريض ما يشكيش، هو ما يشكيش بصح الناس على بالهم بلي مريض. روحوا شوفوا السيد هذايا، اعطيوا له شوفوا واش يسحق، شوفوا واش يسحق. ولا قادرين طموا طموا كاع محرز بالليلي كاع كاع ماتشير كاع ماتشير. انا نقول ما تخباش لعب معاك يا رابح، ما تخباش هذا السيد لعب معاك. نقولها بكل صراحه كاع لي كونو جوار لاني نقول لهم كاع طموا شويه شويه وروحوا ليها. واشكم في الكاليتوس روحوا ليها شوفوا يداوي، لازم يداوى هذا السيد هذا، ما تكلوا على حتى واحد. انتوما شويه 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 هذا السيد يداوي روحه. الا ما بغيتوش كامل ديروا نمرو سي سي بي، الشعب الجزائري حنين، الشعب الجزائري حنين، ديروا نمرو سي سي بي اللي حط الفراك، اللي حط 5000، اللي حط مليون، اللي حط باش نداوي هذا السيد اللي افرح الجمهور اتحاد الحراش ومنتخب الوطني. اصغر لاعب في الجزائر 18 سنه فاز بكاس افريقيا مع رحمه الله كرمالي. انا نقولك صح جوال كيما هذا والله غادي يقسم من القلب. صغير كيما يقولك حطه يعني لاباس، اتحاد الحراش كاع كان يفرحهم، فرح الشعب الجزائري. ومع الاخر مريض ما سمعناش، سمعنا غير قناه يا عباد الله.